ويلكم يوتيوب، رجعنا لكم بفيديو جديد. والفيديو هو وقبل ما نبدا الفيديو انزل تحت اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس. يلا نشوف الفيديو. فيديو النهارده هنتكلم عن الطفل الباكي يا حاجة انا عايز انام ربع ساعة، اللي قلب اليوتيوب والسوشيال ميديا والناس واخده شير، ومجرد ان حد صوره بس في المدرسة ونزل الفيديو. طبعا احنا دلوقتي هنشوف الفيديو مع بعض، يلا نبدأ مع بعض. زي ما انتم شايفين بيقول عايز انام ربع ساعة، واحد لسه ابتدائي وشكلهم كده خاطفينه وادوه مدرسة غصب عنه. واضح واضح جدا، بيقول لها حاجة بس عايش عايش يا هو بيصوره اهو صاحبه حادث. ايه يا حبيبي ايه يا حبيبي، شوية وهتروح. طيب شوية وهتروح، شوية وهتروح. طبعا بس كده، هو ده الفيديو اللي خد يعني خد صيت كبير جدا. الواد بس كان عايز ينام ربع ساعة. والحقيقة اللي هما ان في ناس بيقولوا عنده مرض وهو تعبان في حاجة معينة، والناس بقى ايه قاعد تاخد شير وتتريق عليه وبتاع، وعملوا بقى يعني اي حد يخش كوميك، عملوا حوارات صراحة، وتاني طلعوا على قنوات تلفزيونية وقعدوا يسألوه بقى، ولا كأنه واحد عنده 30 سنة. بس انا سمعت اللي هو يبقى ممثل كبير، بيقولوا لا بعد احنا ناخده ندخله في اي دور كده في التمثيل. يعني هم من الاخر مش لاقيين ممثلين، يعني هم من الاخر مش لاقيين ممثلين. فيبقى يجيبوا اي عيل صغير دلوقتي في اولى ابتدائي يقعدوا يدربوه على التمثيل لحد ما يبقى 30 سنة كده او 20 سنة، يبدا بقى ايه. هنشوف للواد ده فيديو تاني مع بعض، يلا بينا. الاطفال هم رايحين المدرسة، سوق المدرسة لا وسوق المدرسة ضايع. طبعا هنا يعني مش عارف في ايه، هو هنا المصري اليوم معرفش عمل حاجة غريبة شوية، وقال لك اول رد من الطفل الباكي سموه الطفل الباكي تمام، عقبه وقعت وقعت عايز انام ربع ساعه يا حاجه. يا ولاد التفا يا جدعان، يعني عملوها واقعه، يعني جريمه بشعه اللي هو يكون عايز ينام ربع ساعه في المدرسه. قالوا ازاي واحد يقول كده في المدرسه؟ اه طلعوا ساعه تلفزيون تشوف قناه كذا. بعد كده لو واحد قال بس مثلا للاستاذه بتاعته ولا الابله بتاعته دي اللي هي واقفه بتدي له الحصه، معلش بس يا ابله عايز اعمل حمام ربع ساعه ولا خمس دقايق، يا لهوي هيصوروها على كل القنوات التلفزيونيه، هيصوروها يعملوها حوار. تعالوا نكمل. انا والله يا حاج عايز اروح انام نص ساعه واعمل لك اللي انت عايزاه. هو موضوع يا حاج ده طبعا هنا هو بقى غير كلامه وقال انا عايز نص ساعه مش ربع ساعة. ساعه انا لسه مش فاهم اي حاجه، هنشوف مع بعض. هو الولد خارج من الحضانه ومتعود ان الميس بتاعته بتاعت الدراسه في الحضانه بنت صغيره عندها 20 سنه مثلا 21 سنه، فهو في المدرسه شايف ان الميس بتاعته دي كبيره، وهو اصلا بيكلم الدادة. هو متعود مننا احنا ان الست الكبيره بنقول لها يا تيتا لو قريبتنا، لو مش قريبتنا بنقول لها يا حاجه. فطبيعي هو كان بيقول الست دي يا حاجه. رحت لقيته قاعد، اول ما شافني كان منهار وعمال يعيط انا تعبان ورجلي وعايز انام وبتاع، فاخدته فعلا قبل ميعاد المدرسه قبل خروج. طبعا حتى الاب اتفاجئ، الاب جاي ياخد ابنه فجاه لقاها مشهور مش هنذكر اسمها يعني، كلموه تعالى تعالى ده احنا تعالى ده احنا عايزين فيوز، تعالى احنا عايزين فيوز دلوقتي عشان نطلع ترند وبتاع، فيوز وفلوس. تعالوا نكمل. المدرسة حوالي ساعة. قال له ده نص ساعة ما هاجي، قلت له لا والله ما هقعد فيها. هو محمد عامل عملية من 3 أشهر، وقعد 3 أشهر في الجبس، وهو ليه 5 6 أعمام وكنا عاملين سايس فيه ونطبطب عليه، حتى يعني كان أول يوم يخرج هو يوم المدرسة ده. رجله مكسورة ففكتها. فكنا بنحاول إن احنا نمشيه نوديه المدرسة ونجيبه وبتاع، بس بناخد على جو الشارع وكده. مش عايز انام، انا كنت عايز اروح. هو هنا بقى الواد اعترف يا جماعه
ما كانش عايز ينام، ده كان كمان عايز يروح اللئيم. يا على الأطفال، عم تعالى خش مدرستنا، يا على على السور. الجمال، من أول ما تخش المدرسة هتطلع على السور على طول. يا على الجمال، يا على البراءة، براءة الأطفال دي اللي هي بتعمل حوارات وهي لسه صغيرة. صحيح. أمال لما تكبر هتعمل إيه؟ يلا نكمل تاني. عادي، فايه فجأة لقيت أبويا جاي خد اللي صور الفيديو مدرس، بس انا مش هينفع اقول اسمه الا لما اتاكد ان هو يعني. ايوه انا لما شفت الفيديو كنت زعلان وخليت ابويا يمسحه. انا فعلا بالطبع هنقله يعني. انا بالنسبه لموضوع محمد مش هروح المدرسه دي تاني. انا قلت له انا عاوز انام نص ساعه واجي. اقول للناس اللي بتريق عليا كل واحد يخليه في حاله، واللي محدش يحاسب الناس قبل ما يحاسب نفسه يعني. هو اللي بيقول كان سهران قدام التلفزيون ما شافوش، واللي كان بيقول ان ابوه مش عارف ايه، هو لا يعرف ابوه ولا يعرف. طبعا مش هقدر اكمل الحوار عشان حاسس انه ممل، وعملوها حوار بزياده، والمصريين طبعا بيعشقوا يزيدوا في الزيت اي حاجه يخشوا فيها، بيعشقوا الكلام الكتير واي بتنجان. فانا مش عارف اتكلم على حاجه زي دي يعني. ليه بتعملوا في الناس كده يا جدعان؟ والله يعني حاجه زي كده ماشي، اقعدوا اتكلموا عليها، بس انتوا اتكلمتوا عليها كتير قوي، وقنوات بقى مش عارف يعني احنا رايحين لفين. ملحوظه، انا ما رحتش المدرسه النهارده عشان اطلع في الفيديو ده مع اخويا. اخويا قال لي عايزين نعمل فيديو مع بعض كده، نرجع تاني ونقول متابعينا فيديوهات جديده، وان شاء الله اللي جاي احلى. بس معلش بقى، النهارده طبعا مفيش المايك اللي انا طلعت بيه في الفيديو اللي فات، او الفيديو اطلع بيه يعني اطلع فيه بمايك اللي هو الفيديو لو خيروك. فبعد كده المايك ده هيبقى موجود لما انا كل واحد بس بعمل فيديو رياكت مثلا او اي حاجه، يبقى الفيديو ده لما اكون انا بس واحد بس لحد. فبس كده، شكرا انك كملت الفيديو لاخره. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، فعل زر الجرس وشير. شير للفيديو. الواد عايز ينام ربع ساعه يا جدعان. بس كده الفيديو خلص. انا معكم اي بي فيديو. سلام. انا جدعان دلوقتي الجو بيمطر. طبعا يا جدعان دلوقتي احنا بنعمل الفيديو في دوشه تحت المدرسه، وفي متهيألي مطره الساعه 12، وتحس ان الجو بتاع الساعه 7 او الساعه 6 المغرب كده او 7 الصبح. فبس كده، يلا سلام.